نعود ونكمل بقية السلسلة للمعايير التخصصية للتقارير السنوية. هذا التسجيل سيكون اليوم عن مادة العلوم. تقوليش علوم أرض ولا إشي، هاي مادة علوم شاملة للكل، علوم أرض، علوم عامة، علوم. المهم هذا المعايير التخصصية لمادة العلوم شو ما كانت. طبعا أنا بالنسبة لي اجتهاد مني، طبعت طباعة بعد حصولي على المعايير التخصصية لعشر نقاط من 16، من رقم 16 إلى 25 من قسم الإشراف، وصلتني وطبعتها لكم طباعة هون حتى تكون الطباعة واضحة والكتابة واضحة لكم. أنت كمعلم مادة العلوم أو علوم عامة أو علوم أرض، النقاط هاي بدك تكتبها بخط اليد. شوف الخانات ضيقة، يعني ما فيش مجال تكتب كل الكلمات. بإمكانك أنت تدخل على موقع الوزارة تشوف النموذج تقرير معلم وتعبي هاي إلكتروني. بعد ما تعبيها باتفاق بينك بين مدير المدرسة، ممكن مدير المدرسة أو المدير يقول لك لا أكتبها بخط اليد، ما بعرف كيف بناتكم، لأن الخانات ضيقة والكلمات صعب أنك تكتبها كاملة. هذه النقاط كاملة أنا ملخصها وطابعها حتى تعمل فائدة لكم. نيجي للعمود الثاني والعمود الثالث. العمود هذا الثاني مرحلة المراجعة الأولى ومرحلة المراجعة الثانية. أنا دائما بطبع ملخص وبكتب كلمات ملخص، يعني وهنا جيت على أول نقطة، توظيف المفاهيم والمبادئ والقوانين في تفسير الظواهر والمشاهدات الطبيعية. أنا ممكن أكتب ملم بها أو مطلع، حر أنا، بدي أحط كلمة، بدي أختصر، بدي أكسب الوقت. يجي على النقاط كلها اقرأوها واحدة واحدة، بترك لكم التسجيل حتى تشوفوا الكلمات، تنسخوها نسخ وتكتبوها بشكل ملخص. اللي بحب يتابع كل ما يستجد، كل ما إشي بوصلني أنا من موقع الوزارة أو تعلق بالتقارير السنوية بالذات بهاي السلسلة، أنا راح أكمل بعدها. بعد ما أخلص تقارير السنوية للمعلمين راح أبلش بتسجيل وأحضر تسجيل، يعني عم بحضر تسجيل فيديوهات للإداريين، مدير المدرسة، مساعد السكرتير، أمين مكتبة، أمين عهدة، قيم مختبر حاسوب العلوم، كل جميع، مش راح أستثني هذا حتى توصل المعلومة والفائدة للكل. اللي بحب يتابع صفحتي اسمها المعلم راح يوصل كل إشي جديد اللي أنا عم بنشره. هذه هي صفحتي اسمها المعلم، هذا هو الشعار. أشكر متابعتكم، يا ريت الكل يعمل لايك ومشاركة وشير حتى يوصل، أو متابع حتى يوصل لك كل معلومة وتبلغ جميع المعلمين بذلك. شكرا لكم.